بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله أحبابي طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي، درسنا النهاردة بعنوان الصديقان وكعكة السكر. يعني يتضح من خلال العنوان أن الدرس يتكلم عن الصديق وعن حسن اختيار الصديق. تعالوا بينا نقرأ الدرس عشان نعرف هو عايز يفهمنا إيه بالضبط، أو نخرج من هذا الدرس بإيه، وكمان نطبق عليه بعض القواعد النحوية اللي درسناها. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ويوسف صديقان منذ الصغر، ربطتهما الطفولة معا ببراءتها ولهوها. الصديقان يتعلمان في مدرسة واحدة، هما الآن في الصف السادس الابتدائي. دق الجرس يعلن وقت الفسحة، وعندما وصل الجميع إلى فناء المدرسة بدأ كل منهم المرح واللعب وتناول الطعام. قال أحمد ليوسف كما تعود دائما: ما رأيك لو تقاسمنا ما لدينا من طعام؟ وفجأة قال يوسف: لا مانع لدي، ولكنني لن أستطيع أن أتقاسم معك كعكة السكر التي أعدتها أمي، فهي شهية وأرغب في تناولها بمفردي. يعني هنلاحظ أن أحمد ويوسف هنا صديقان تربيا معا وعاشا طفولة واحدة، وكانوا دائما ما يتقاسمان طعامهما سويا، وفي بعض يعني في مرة من المرات قم يتقاسموا الطعام. أحمد طلب من يوسف أن هم يتقاسموا الطعام كما تعود، يوسف قال له أنا ما عنديش أي مانع، ولكن سيب لي كعكة السكر، أنا مش عايز أتقاسمها لأنها شهية ولذيذة. يعني تعالوا كده نشوف بعض معاني الكلمات. كلمة براءة تعني نقاء وصفاء، كلمة براءة تعني نقاء وصفاء، وكلمة لهو تعني لعب. هو بيصف فترة الطفولة بأنها فترة مليئة بالبراءة ومليئة باللهو، يعني فيها لهو ولعب وفيها صفاء ونقاء، وطبعا يعني هذا حقيقي. نيجي لكلمة زي كلمة تقاسمنا. تقاسمنا أي تشاركنا، وكلمة لدينا أي عندنا، يعني بيقول له ما رأيك لو تشاركنا ما عندنا من طعام. وفجأة قال يوسف لا مانع لدي، يعني لا مانع عندي. طيب تعالوا بينا نكمل الدرس. قال له ولكنني لن أستطيع أن أتقاسم معك كعكة السكر التي أعدتها أمي، فهي شهية. وكلمة شهية أي لذيذة، وكلمة أرغب معناها أريد. أرغب في تناولها بمفردي، يعني أتناولها وحدي. طيب تعالوا بينا كده نعرف بعض الأفعال المضارعة اللي وردت في هذا السطر. فعل مضارع زي فعل أستطيع، احنا خدنا أن الفعل المضارع له ثلاث حالات إعرابية، إما أن يكون مرفوع أو منصوب أو مجزوم، وقلنا بيكون منصوب إذا سبق بأداة من أدوات النصب، وهي أن ولن وكي وحتى ولام التعليل. قلنا أنه بيكون مجزوم إذا سبق بأداة من أدوات الجزم، وهي لم ولام الأمر ولا ناهية. طيب هنلاحظ هنا أن الفعل المضارع أستطيع مسبوق بلن، وهي أداة من أدوات النصب، إذن هو فعل مضارع منصوب. نعرفه إزاي؟ نقول فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، زي بالضبط الفعل أتقاسم. الفعل أتقاسم مسبوق بأن، وأن أداة من أدوات النصب، يبقى هو فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. طيب تعالوا بينا نكمل. ظهرت الدهشة على وجه أحمد. الدهشة يعني الغرابة والتعجب. وقال وهل ترى أنني لا أستحق جزءا منها؟ ثم أضاف على أي حال شكرا لك يا يوسف، ثم حمل غداءه وانصرف وجلس بعيدا. يعني تقريبا يوسف زعل من أحمد إنه هو مرضاش يتقاسم معه كعكة السكر، وقال له شكرا وحمل غداءه وانصرف وجلس بعيدا عنه. أطرق يوسف يفكر للحظات. كلمة أطرق معناها صمت، يعني قاعد فترة من الوقت يفكر قائلا لنفسه وما العيب فيما فعلت؟ أنا أحب الكعكة أكثر من أي شيء،
ولم أرفض أن نتشارك في بقية الطعام. الأسلوب بتاع وما العيب فيما فعل ده أسلوب استفهام، ده أسلوب استفهام، ونلاحظ أنه هو جايب لي بعد علامة الاستفهام هنا علامة تعجب، يعني هو بيستفهم مش عشان يطلب شيء أو عايز يجيب عن شيء، وإنما هو بيستفهم تعجبا، بنقول عليه أسلوب استفهام الغرض منه التعجب أو الإنكار، يعني هو بيقول أنا ما عملتش حاجة غلط، وما العيب فيما فعلت، هو بيقول كده، يعني هو حاسس إن هو ما عملتش حاجة غلط، هو بيقول أنا أحب الكعكة أكثر من أي شيء، أنا لم أرفض أن نتشارك ونتقاسم بقية الطعام، أنا فقط أريد الكعكة لوحدي، هذه وجهة نظر. طيب تعالوا بينا نشوف إيه اللي حصل بعد كده ونكمل الدرس بتاعنا. انتهى اليوم الدراسي وعاد الجميع إلى منازلهم. كان كل منهما يفكر. أنا عايز كلمة يفكر دي نعرفها، كلمة يفكر. يفكر هذه فعل مضارع، وإحنا لسه قايلين من شوية الفعل المضارع يا مرفوع يا منصوب يا مجزوم. طيب هذا الفعل لم يسبق لا بناصب ولا بجازم، ما فيش قبل منه لا أداة من أدوات النصب ولا أداة من أدوات الجزم، يبقى إيه؟ يبقى مرفوع. إذا الفعل يفكر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب يفكر محاولا أن يجد، برضو نيجي لكلمة يجد، ده فعل مضارع منصوب بأن عشان قبل منه أن وهي أداة من أدوات النصب، يبقى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتح. طيب كان كل منهم بيفكر محاولا أن يجد إجابة عن السؤال هل أنا مخطئ؟ كل واحد فيهم حاس أنه عمل حاجة غلط. أحمد حاس أنه أخطأ لأنه يعني كبر الموضوع وقال الموضوع مش مستاهل، ما فيش فيها حاجة لما ما يرضاش أنه يتقاسم معي كعكات السكر. ويوسف أيضا برضو حاس أنه عمل حاجة غلط أنه ما رضاش يتقاسم مع زميله أحمد كعكة السكر كما تعود. لما أتى المساء وقاربت الساعة التاسعة وجلس يوسف مع أفراد أسرته يتناول عشاء، ولكن نظرة أحمد المعاتبة لم تفارق خياله طوال اليوم. هو قاعد بيتعشى مع الأسرة ولكن نظرة أحمد ليه مش مفارقة خياله، حاسس بندم، فكر في أن يجد إجابة لسؤاله عند أخته يسرى، فقالت له يا أخي الصداقة أغلى من كل شيء، كيف تفضل كعكة السكر على صديقك؟ عليك أن تتصل به تليفونيا وتعتذر له عما حدث منك. نيجي لكلمة تفضل يا شباب، تفضل هذه ويا بنات، ده فعل مضارع ولم يسبق بناصب ولا بجازم، لذلك هنلاقي عليه ضمة في الآخر، يبقى ده فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب لو عايزين نعرف الجملة كاملة، تفضل كعكة السكر، تفضل ده فعل وأي فعل لا بد له من فاعل. طيب هو مين اللي بتفضل؟ يعني هي عايزة تقول لمين؟ بتقول لأخوها، يبقى بتقول له كيف تفضل أنت، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وكعكة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة وهي مضاف، والسكر مضاف إليه مجبور علامة جره الكسرة. طيب أخته قالت له طبعا ما ينفعش اللي انت عملته ده يا يوسف، ازاي تفضل كعكة السكر على اخوه؟ لا، يجب عليك ان تتصل به تلفونيا وتعتذر منه. نكمل بعد كده ونشوف ايه اللي حصل. اراد احمد، نحن في السطر هنا الاول، اراد احمد ان يستشير امه في هذا الامر. قالت الام كيف حدث ذلك يا بني؟ تترك صديقك مقابل حرمانك من كعكة السكر؟ هذا أمر عجيب لا يحدث بين صديقين، عليك أن تهاتف صديقك يوسف وتتحدث معه ولا تقاطعه ولا تذكره بما حدث، فهذا شيء بسيط لا يستحق أن تتذكره. قفز أحمد سعيدا كي يتصل تلفونيا بصديقه يوسف، لكن التلفون كان مشغول، يبدو كده إن هما الاثنين كانوا بيتصلوا على بعض عشان يعتذروا من بعض. كرر أحمد المحاولة أكثر من مرة ولكن التليفون مشغول، وفجأة دق جرس التليفون. كان المتحدث يوسف، قال مرحبا يا صديقي أحمد، لقد أخطأت
لم تكن الكعكة حلوة كما أعرفها، أنت صديقي دائما، صداقتك هي الأحلى والأغلى. وفي الصباح وقف يوسف أمام منزله في انتظار سيارة المدرسة، وهو يتحسس حقيبته ليتأكد للمرة الألف من أن هناك كعكتين من السكر، واحدة له والأخرى لصديقه أحمد، وقد قطع عهدا على نفسه بألا يحدث ذلك الموقف مرة أخرى، فصداقة أحمد تساوي ألف كعكة. إذن يعني لما أحمد جه يتصل على يوسف تلفونيا كان التليفون مشغول، لأن يوسف كمان كان هو بيتصل عليه، ولما يوسف اتصل عليه كلمه وقال له مرحبا يا صديقي، معلش أنا آسف، أنا بعتذر منك، لأن الكعكة فعلا ما كانتش حلوة من غيرك أبدا، أنت صديقي وصدقتك دي هي أحلى عندي من أي كعكة في الدنيا. وعشان يصلح غلطته جه في الصبح أو في الصباح ووقف أمام منزله وبدأ يتحسس، يعني بدأ يتلمس حقيبته يشوف موجود فيها الحاجة اللي هو حطها ولا لا. حط فيها كعكتين من السكر، أو وضع فيها كعكتين من السكر عشان يتأكد أن له واحدة ولصديقه أحمد واحدة، وقد قطع عهدا على نفسه، يعني أخذ على نفسه عهد بأن ده مش هيحصل تاني مرة تانية، لأن الصداقة هي أغلى من أي شيء. وطبعا الصداقة يا شباب ويا بنات هي كنز لا يفنى. طيب تعالوا برضو قبل ما ننهي الدرس كده، عندنا كم فعل مضارع عايزين نعربهم. نشوف الفعل يستشير، هذا الفعل، هذا الفعل منصوب عليه علامة الحمر، منصوب لأنه سبق بناصب، يعني جاء قبل منه أداة من أدوات النصب وهي أن، يبقى ده فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. أذكركم تاني بأدوات النصب، أن، لن، كي، حتى، لم التعليل، أدوات النصب بتنصب يا جميل، ده اللي كنا بنقوله. طيب نيجي كمان للفعل تترك، ده فعل مضارع. طب ده مرفوع يا أستاذ عشان آخر ضمة، لأنه لم يسبق لا بنصب ولا بجزم، ما فيش قبل منه لا أداة من أدوات النصب ولا أداة من أدوات الجزم. طيب كلمة تهاتف، ده فعل مضارع وعلي فتحه في الآخر، يبقى منصوب. ليه يا أستاذ؟ لأن قبل منه أن، وأن دي بتنصب، أداة من أدوات النصب. طيب نيجي لتقاطع. تقاطع الفعل آخر العين، الهاء بضمير، ولو بصينا للعين هنلاقي عليها سكون، يبقى الفعل ده فعل مجزوم. الفعل ده فعل إيه؟ مجزوم، نعم، لأن قبل منه لا سبقه أداة من أدوات الجزم، احنا قلنا أدوات الجزم تاني عشان ما تنسوش، لم ولام الأمر اللي بأمرك بيها وبقولك لتفعل كذا، ولا ناهية اللي بنهاك بيها أو بنهيك بيها وبقولك لا تفعل كذا. فهي هنا بتقول له عفوا لا تقاطع، ده أسلوب نهي هو، لا ناهية، أما تيجي قبل الفعل المضارع تجزم، يبقى تقاطع فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، يعني أنت اللي ما تقطعوش. أما الهاء دي تبقى إيه؟ الهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، لأنها عايدة عليه على اللي هيقاطع. لا تقاطعه، ما تقطعوش هو، أنت ما تقطعوش، يبقى أنت الفاعل وهو دي اللي هي الضمير الهاء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. زيها بالضبط الفعل اللي جنبها اللي هو ولا تذكر، ده أسلوب نهي، وتذكر ده فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به. يبقى كده يا شباب من خلال هذا الشرح يتضح لنا أن الصداقة فعلا كنز لا يفنى، وأن اختيار الصديق هو شيء مهم جدا في حياتنا. الشاعر قديما قال اختر قرينك واصطفيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب، لذلك يجب علينا أن نختار الصديق الأمثل في حياتنا. هنجي نبص لبعض الكلمات الموجودة في الدرس، زي كلمة براءة إن معناها نقاء أو صفاء، كلمة الله معناها اللعب، وكلمة المرح السرور، وكلمة أطرق يفكر للحظات، يعني صمت يفكر للحظات. طيب وعندي كمان كلمة زي تقاسمنا معناها تشاركنا،
ربنا سبحانه وتعالى يا شباب بيقول في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لو جه حد عشان يقول لكم خبر ما تصدقوش على طول، ولكن تبينوا وتثبتوا من الحقيقة قبل أن تعتدوا على أحد وقبل أن تتهموا أحد بشيء. طيب، لو احنا عايزين إن شاء الله نحل تدريبات في تدريبات الشيت في فيديو لاحق بإذن الله، أشكركم على حسن استماعكم وأسأل الله لكم السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.